ثمة دول تعهدت بالالتزام بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، ودول رفضت العمل به، وأخرى وجدت خطوات التفافية لعدم تطبيق العقوبات كالاتحاد الأوروبي. لكن هذا عن الدول، ماذا عن الكيانات والأفراد؟ تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الشركات الأمريكية والأجنبية التي لن تمتثل للعقوبات على إيران، والتي ستسمح للإيرانيين أن يجروا تعاملات في الولايات المتحدة. ما أبرز الشركات التي غادرت إيران؟ أعطت إدارة ترامب الشركات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات 90 يوماً لإنهاء تعاملاتها التجارية مع إيران منذ حزيران الفائت، وغادر إيران ما يزيد عن 10 شركات عالمية تحسباً للعقوبات، منهم بوينغ، جنرال إلكتريك، ميرسك، بيجو، مجمع تكرير ريلانس، سيمنز، توتال للغاز والبترول.